بيتزا برد عشان الأستاذ نور الدين هو أستاذ تعليم ثانوي منذ دفعة 2001، خريج المدرسة العليا ملك الأساتذة، وهو أستاذ يدرس في الثانوية وكذلك ينشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وله قناة باسم قناة الأستاذ نور الدين في اليوتيوب التي انطلقت سنة 2014. بدأت قصة، يعني كنت أستاذا مدمنا على الانترنت، ووصلت إلى قناعة لو أكملت هذا الإدمان، يعني أضعت عدة أشياء في حياتي الخاصة، فقلت لما لا الإنسان يعني يفيد ويستفيد مما هو موجود من في اليوتيوب. ففي أحد الليالي جئت وأصبحت أتصفح في اليوتيوب كيف أنفع، فظهرت لي يعني فيديو تعليمي من دولة المغرب آنذاك، لأن لم يكن هناك فيديو تعليمي في الجزائر، فأعجبتني الفكرة وبحثت عن قابلات الجرافيك التي أقوم بتسجيل فيديوهات عليها، فوجدتها في واد كنيس على الواحدة ليلا، فاتصلت مع السيد، ظهر أنه من ولاية بلعباس، قال لي قد بعتها، ثم تواصلت مع السيد آخر في تيبازا في القليعة على 7 صباحا، قال سأبيعها لك 1,800,000، ولم تكن لي يعني لم شاءتي الصدف أن لم تكن لي ولا فرن في جيبي، فاتصلت بزميلي وأعطاني 2,000,000 واشتريتها، والحمد لله أصبحت قد سجلت أكثر من 4,000 فيديو في اليوتيوب. أظن هو أولا توفيق من الله جل وعلا، والأمر الثاني أشكر كل متابعين هذا، وإن دل يدل على أنه نحن إن شاء الله في الطريق السليم، وما أرغم الطلبة على أن يعني يزيدون في اشتراك القناة، هو أظن المحتوى إن شاء الله الذي نسأل الله جل وعلا وعلى أن يفيد الجميع. والحمد لله أن الأستاذ نور الدين عنده فيديوهات في السنة الرابعة ابتدائي والخامسة ابتدائي و الرابعة متوسط والأولى ثانوي، الثانية ثانوي، والثالثة ثانوي، وحتى الأولى جامعي، فنشكر الله جل وعلا. نقاط ضعف التلاميذ في الرياضيات، أنه أولا الرياضيات أصبح التلميذ يراها أنها هاجس يعني وشيء مخيف، لكن التلميذ لو يطبق، نحن دائما نقول احفظ القانون وطبق عليه أمثلة بسيطة، ثم حل تمارين ذات سؤال سؤالين، ثم قم بحل التمارين الشامل، بهذه الطريقة سوف تذهب كل الهواجس. دائما إذا وجدت شيء يخيفك فتقدم إليه، سوف يظهر أنه وهم فقط. نصيحتي إلى أصحاب البكالوريا التي نسأل الله جل وعلا إن شاء الله خاصة دفعة 2021 أن لا يخيب أحدا منهم من فرحة البكالوريا، من فرحة التحصل على البكالوريا، نصيحتي يا أولادي الأحلام لا تحقق إلا بالعمل، فعليكم بالعمل يا أبنائي لتحقيق الحلم فقط. مستقبل التعليم الإلكتروني قد ظهرت فوائده، أنا مثلا رأيت هذه الفائدة من 2014، لاحظت أن التلاميذ إن لم أقل ملايين التلاميذ، لماذا؟ لأن القناة فيها أكثر من 172,000,000 مشاهد، ما أرغم هذه كل سنة تصلني رسائل بعد خروج ريزلت البكالوريا، يا أستاذ تحصلت على 20 فريورية، تحصلت على 20 فريورية، لم أتابع إلا الأستاذ نور الدين. ما دام التلميذ قد تحصل على 20 في الرياضيات، معناه أصبح التعليم الإلكتروني يحقق الهدف، لا يحقق جزء من الهدف، لأن التلميذ ما دام تحصل على 20 لا يوجد نقطة فوق ال 20. فهذا وإن دل يدل على أن التعليم الإلكتروني في هذا العصر أصبح يمثل نقطة قوية جدا جدا، وشكرا. أول تجربة هي في هذا اليوم المبارك التي نسأل الله جل وعلا أن يوفق هذه مدرسة الامتياز، كانت بما أن وصلت إلى قناعتي بإنجاز هذا الانترفيو، حتى ارتاح قلبي إلى هذه الأشخاص التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم إن شاء الله، وهذه بداية وليس لها نهاية إن شاء الله،
كانت الدورة منظمة جدا جدا جدا، ونشكرهم جزيل الشكر إن شاء الله، كما ندعو الله لهم التوفيق ومزيد من النجاحات والتألق.